حياكم الله مشاهدينا. ضريف في جولة خليجية للانفتاح على دول الخليج العربي، ونصر الله يتهم السعودية بتفجير السفارة الإيرانية في بيروت. هل يحاول صقور النظام الإيراني التشويش على جهود تحسين العلاقات الخليجية الإيرانية؟ والعواصم المعنية بالملف السوري تكثف الاتصالات. الأمين بندر في موسكو للقاء بوتين، وأردوغان في الدوحة، ولا تسريبات عن محتوى اللقاءات. وسفير الفرنسي في الأمم المتحدة يقول: لو كنت مكان المعارضة السورية لما ذهبت إلى جنيف 2. وفي الموضوع الآخر، البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة تختاران ميناء اللاذقية لترحيل ترسانات النظام الكيماوية قبل تفكيكها وتدميرها على متن سفينة أمريكية في مياه البحر المتوسط. كل هذا مواضيع الليلة، ابقوا معنا. إذن في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى كسب ود السعودية ودول الخليج، اتهم حسن نصر الله الرياض بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر الماضي. تزامن ذلك مع زيارة للأمير بندر بن سلطان لموسكو وزيارة أردوغان إلى قطر، يتوقع أن تكون الأزمة في سوريا عنوانها في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية الجديدة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. والمخابرات السعودية هي تدير هذا النوع من الجماعات في أكثر من مكان في العالم. لا يبدو أن زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله، أو يمكن القول مرجعيته في إيران الحرس الثوري، لا يبدو أنهم مرتاحون للتلاطف الإيراني السعودي الأخير الذي هبت رياحه منذ أن قاد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف حملة لتلطيف الأجواء في المنطقة، وتحديدا مع دول الخليج، على إثر التهدئة في ملف إيران النووي، وهو ما تجلى في اتهام نصر الله السعودية بوقوفها وراء التفجير الأخير الذي قتل فيه الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية في بيروت، وكأنه نوع من إرباك الأجواء وتحديدا في الشأن السوري، ما يشير إلى وجود خلافات بين الأنظمة داخل إيران، أي بين المتشددين والمعتدلين إن صح التعبير، وهو ما أكدته تقارير صحفية أخيرة. لكن الحراك الدبلوماسي الدولي المشتعل في سياق مؤتمر جنيف 2 لا يعول كثيرا على التجاذبات الإيرانية بطبيعة الحال، ربما لأنها لم تجد نفعا حتى اللحظة. لذا امتد النشاط السعودي إلى موسكو، بحيث يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان على ضوء التحضير لمؤتمر جنيف، وهو لقاء نوعي تكرر للمرة الثانية بحسب المعلن منذ اندلاع الثورة، وهو مؤشر على جدية التحركات الأخيرة بحسب معلقين، إذ تأتي في الإطار ذاته زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعلى رأس المباحثات الثنائية الشأن السوري، فيما بات يبدو أنه حراك عالمي وإقليمي غير مسبوق لبلوغ الحل السياسي. لكن الموقف الأخير المعلن على لسان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو أنه لا جدوى من مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف، هذا الموقف لا يشجع كثيرا، فهو يعيد المشهد إلى تعقيداته أو ينسف جهود عقد المؤتمر إن صح التعبير. ففي ظل التصريحات الفرنسية التي أكدت ضرورة تأسيس جنيف 2 على مفاوضات جنيف 1، وأن الأجدى عدم ذهاب المعارضة للمؤتمر، بالطبع هي تبدو لوهلة أنها في إطار السعي لنيل ضمانات أكثر للمعارضة، لكن في ظل الضغط الدولي المكثف لعقد مؤتمر جنيف وتحديدا جهود فرنسا الأخيرة، يظهر المشهد متشابكا وغير مفهوم بعد تضارب المواقف وتباينها. ونناقش هذا الموضوع مع علي نوري زاده، كاتب ومحلل سياسي ينضم إلينا من لندن، وخطر أبو دياب محلل سياسي وأستاذ العلاقات الدولية ينضم إلينا من باريس، ومهر أبو طير الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا من بيروت. أهلا بكم جميعا في التفاصيل. أبدأ معك سيد نوري زاده، موضوعات عدة اليوم في تفاصيل، نبدأ من حزب الله وآخر التطورات. هل يستشعر الحزب الآن الخطر من التقارب الإيراني الخليجي؟
تحياتي إليكم إلى ضيوفكم وإلى أعزائي المشاهدين. أولا لما يعزف آزف الكمان الإيراني أي الولي الفقيه، ومن المتوقع أن يرقص حسن نصر الله. وهكذا كان الوزن، النظام الإيراني يدفع أكثر من مليار دولار إلى حزب الله، وحزب الله لا يقول كلمة واحدة دون استشارة طهران. ما يجري حاليا، الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني لما طلب من القيام بزيارة إلى المملكة والتوسط بين روحاني والحكومة السعودية قال سوف أذهب إذا كان عندي تأييد من قبل جميع الفرقاء، وبمعنى آخر هو كان يقصد سأذهب ولكن لن أذهب دون مباركة المرشد، لأنه هو خائف. كما سيد زادة، من هم الفرقاء الذين يتحدث عنهم؟ يعني هناك فريق واحد يحكم بشؤون البلاد يرأسه الولي الفقيه. ولي الفقيه هو نائب إمام الزمان، بمعنى آخر عنده فتوى إلهية، هو مرتبط بالسماء وليس مثل حكام المنطقة مرتبطين بشعوبهم أو بعسكرهم أو بدباباتهم. ولي الفقيه مرتبط بالسماء، هو يلهم يعني يأخذ من الله، وهما كما يقول مدير مكتبه لديه ارتباط أسبوعي مع الإمام الزمان في جنكران. هكذا لما يقول ولي الفقيه شيئا فهذا سوف يكون قانونا وعمرا على الآخرين إتباعه. رفسنجاني قال سأذهب إلى السعودية إذا كان معي مباركة يعني الولي الفقيه. نفهم من هذا سيد زادة أن روحاني يخرج عن طاعة الولي الفقيه يعني بتقرب إلى السعودية. سيدتي لقد كان من المقرر أن يتوجه روحاني إلى السعودية فور انتخابه، وفي حينما انتخب الرئيس خاتمي أرسلت السعودية الوزير عبد العزيز خويتر لمباركة خاتمي، ومنذ تلك الفترة كانت العلاقات الإيرانية السعودية قد اتخذت اتجاها نحو التقارب، وعلاقاتنا أصبحت متميزة جدا. السعودية فتحت أسواقها للبضائع الإيرانية وكان هناك زيارات متبادلة، وبعدين توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين لأول مرة في تاريخ علاقاتهم لمدة 80 عاما تم اتفاق بشأن القضايا الأمنية. ولكن بعد مجيء أحمد نجاد حاولت السعودية مواصلة سياساتها تجاه إيران، ولكن تبين فيما بعد بتدخل إيراني في البحرين ومن ثم كشف خلايا إرهابية مرتبطة بإيران في السعودية وشبكة التجسس الإيراني في الكويت، تبين أن السياسة الإيرانية أخذت اتجاها آخر، وروحاني جاء لإعادة العلاقات إلى ما كان أيام خاتمي، ولكن يبدو أن الولي الفقيه يعني سيد زادة الآن يعني لماذا الآن تحاول إيران العودة وفتح صفحة مع جديدة مع الخليج ومد يدها إلى السعودية، على وهي خاصة أنها متورطة الآن في المنطقة، على ماذا تراهن تحديدا؟ هل سؤال موجه لي؟ نعم بالتأكيد روحاني بحاجة إلى علاقات وثيقة مع السعودية. إيران والسعودية هما جناحان للعالم الإسلامي، يجب أن يكون توازن فيما بينهما. روحاني سياسي معنق يدرك ذلك، وهو خريج مدرسة رفسنجاني ومدرسة خاتمي، فلذلك حاول منذ اليوم الأول من انتخابه بتوجيه رسائل مبادئ ورسائل الاحترام إلى المملكة بفتح حوار وقناة جديدة للعلاقات، ولكن مع الأسف هناك في إيران من أوهم ولي الفقيه بأنه لنعود إلى المحور نقطة البداية. سيد نوري زادة، نريد جواب واضح، يعني هل يستشعر حزب الله الخطر من هذا التقارب الإيراني الخليجي؟ بالتأكيد حسن نصر الله يعرف جيدا إذا كانت العلاقات بين إيران والمملكة علاقات حسن الجوار بلا شوائب، وحزب الله سوف يكون الخاسر الأكبر، لأنه أي تقارب إيراني وسعودي معناه تقارب في لبنان،
معناه كما رأينا تشكيل حكومة سعد الحريري في السابق، واليوم طيب اللي نعرف وجهة نظر بدون صيغة 9-6-9. نعم، وجهة نظر ضيفنا سيد خطر أبو ذياب، هل يحاول نصر الله التشويش وإرباك هذا التقارب، خاصة وأن إيران تبعث برسائل تودد إلى السعودية تحضيرا لزيارة مرتقبة؟ نحن أمام منعطف في إعادة تركيب سياسات إقليمية ودولية، ولذلك مع أوباما أخذ يشعر المرشد خامنئي أنه قوي بما فيه الكفاية عندما يتكلم أمام مجاميع البسيج، أي العناصر التي قمعت انتفاضة الشعب الإيراني الرائعة عام 2009، عندما يتكلم أمامهم ويتكلم عن المصالحة مع الأمة الأمريكية فيما يقوم بشتم فرنسا وإسرائيل ودول أخرى، ودون أن يعطي كلمة طيبة تجاه الخليج. بعد ذلك يأتي السيد ظريف وهو دمث من فريق روحاني رفسنجاني وله ابتسامة جميلة، ولكن في الواقع يأتي بعد إذن السيد نصر الله، والسيد نصر الله هو ضمن هذه المضمونة. يمكن أن يكون هناك قلق خاص لحزب الله من أن يدفع هو وبقية العناصر في بلاد الشام ثمن ترتيبات أكبر في مرحلة لاحقة، لكن على الأقل في المرحلة الحالية أحس وكأن هناك توزيع أدوار، هناك من يحاول أن ينفتح على المملكة العربية السعودية، وهناك من يحاول أن يبتز كل العرب ودول الخليج بالذات. نحن أمام مرحلة هناك مصلحة في التقارب، ولكن على أساس قواعد واضحة، من أبرز القواعد الواضحة سيد أبو دياب، يعني في نفس هذه النقطة الصراع، ولكن من ناحية أخرى عدم السماح بالتوسع، عدم السماح بالتوسع واستمرار التوسع في العراق وسوريا ولبنان وجيبوتي واليمن إلى ما هنالك. هناك سعي إمبراطوري إيراني تحت غطاء ديني وغطاء المسألة الفلسطينية في مرحلة سابقة، ولذلك هذا الانزعاج من السعودية ربما لأن السعودية تحاول أن لا تسمح باستمرار هذا التوسع من دون مواجهة. طيب، يقال بأن حزب الله يعني هو محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وهو على خلاف مع الرؤية السياسية بالنسبة للرئيس روحاني، وهذا كله يصب في الخوف من أن ينعكس هذا على الأزمة السورية، يعني أنا أقصد التقارب الإيراني الخليجي. هناك آراء كثيرة هناك في هذا الموضوع، الكثير من التحليلات، لكن في الواقع إذا سمعنا بالأمس السيد حسن نصر الله خلال مقابلته على إحدى الشاشات اللبنانية يتكلم عن دوره في صناعة القرار، أعتقد من هذه الناحية فقط هو محق، هو يلعب دور وكأنه مسؤول ولاية بلاد الشام أو المنطقة العربية عند إمبراطورية الجمهورية الإسلامية. في مطلق الأحوال الآن هذه المجموعات إن في لبنان والعراق وحتى النظام السوري تشعر وكأنها تؤمن نفسها وعندها بوليصة تأمين مدى الحياة عبر ارتباطها بالولي الفقيه وبمنظومته، لكن في واقع الأمور عندما يتفق الكبار يضحى بالصغار. حتى الآن إيران من الواضح أنها تعتبر بأن استمرارية النظام في سوريا واستمرارية حزب الله كأهم حليف لها أو كأهم عنصر لها في الإقليم أهم ربما حتى من البرنامج النووي الإيراني، ولذلك هذا هو السؤال الكبير. بالأمس نصر الله تكلم طويلا عن أن التسوية مع الأمريكيين تقف عند حدود البرنامج النووي، سنرى إذا كان المهم ليس البرنامج بحد ذاته لأنه هو أداة من أجل الاستمرارية في التوسع والاستمرارية في فرض الرأي على الإقليم وعدم احترام أمن الدول وعدم احترام سيادتها، ولذلك أرى بأن حزب الله يحاول أن يظهر بمظهر المطمئن لكنه في النهاية يخشى من هذه التركيبات الجديدة، يخشى من هذه المعطيات، يحاول ربما أيضا أن ينبه البعض في إيران
في عدم الذهاب بعيدا في مطلق الأحوال بالنسبة للساحة السورية. نعم. أهم الاختبارات لنوايا النظام الإيراني، لأن هناك مهلة الاختبار 6 أشهر ليست فقط على النووي، أيضا حول المسألة السورية. يقال كلام، ينقل عن كلام للرئيس الإيراني بأنه سيقوم بسحب حزب الله من سوريا بشكل أو بآخر خلال 3 أشهر. بالأمس لم نسمع هذا الكلام. إذن هناك أيضا لغة مزدوجة. المهم الوضوح. إذا كانت إيران تريد فعلا أن تكون شريكة في الإقليم وتريد أن تهدئ هذه النزاعات، عليها أن تتوقف عن التدخل، أن تتعامل بلغة جديدة باحترام متبادل مع الآخرين، وعند ذلك سنصل إلى نتائج أفضل. خطر أبو ثياب، يعني عدم وضوح النوايا الإيرانية. سيد نوري زادة، السعودية متشككة بنوايا طهران، كيف يمكن للأخيرة أن تثبت حسن نواياها؟ هل هذه النوايا يمكن أن تكون بالتخلي عن الأسد مثلا؟ أعتقد إيران قادرة، لنكون موزويين، لنكون يعني منصفين، إيران قادرة على إزالة الشوائب فقط بالسماح لتشكيل حكومة تمام سلام في لبنان. هذا أهم شيء. يعني موضوع سوريا موضوع معقد وموضوع في أكثر من طرف، وبالتأكيد إيران متورطة وظالة حتى إذنيها في هذا سوريا، في ما يجري في سوريا، ومشارك نظام الأسد المجرم في قتل الشعب السوري وتدمير سوريا. أما في لبنان لدى إيران بعض الشعبية، إيران قادرة على أن تصائد الحكومة اللبنانية الجديدة لتعطي بتشكيلية يعني مرضية للجميع، حتى انتخاب في البرلمان المقبل، وكل ذلك يعني سوف يثبت للمملكة بأن لدى الروحاني يعني والقيادة طيب الجديدة. سيد نوري زادة، لنربح الوقت، يعني كيف يمكن لإيران أن تضحك هذه الشكوك السعودية في نواياها؟ كيف يمكن أن تثبت هذا التقارب الذي تسعى إليه؟ هل يمكنها أن تتخلى عن الأسد؟ بالتأكيد يجب أن تتخلى إيران عن الأسد. هناك أصوات أغلاء في إيران مثل رفسنجاني، مثل روحاني نفسه، وهم يقولون العلاقة مع سوريا مستقبلا هذا يجب أن يكون مصدر اهتمامنا، وليس شخص مثل أسد. أسد مرفوض شعبيا. فهناك مثلا السيد فاروق الشاف، هناك من يدعم تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة فاروق الشاف للمرحلة الانتقالية. فهكذا هم ينسهون المرشد بأنه بدلا من الوقوف إلى جانب رجل مجرم مثبت جرمه من قبل الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان، من الضروري الوقوف إلى جانب الشعب السوري ومساعدة الشعب السوري للخروج من هذا المهنة العظيمة. هناك 140 ألف قتيل، هناك 2000 من زهايا السلاح. نعم. طيب سيد زنوري زادة، هناك سؤال يفرض نفسه الآن، من الأهم بالنسبة لإيران في ظل كل ما يحدث الآن؟ هل بشار الأسد أم البرنامج النووي؟ بالنسبة للسيد خامنئي، بشار أسد أهم من كل شيء. بشار أسد يعني هناك يبدو التوأمان الولي الفقيه والبعث السوري، هذا التوأمان لا يمكن أن يعيش دون بعضهم البعض. والسيد خامنئي وعد بشار الأسد. سيدتي الأذية، إيران تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، ورغم ذلك قدمت 13 مليار دولار إلى سوريا. هذا مؤشر والدليل قوي على أن ولي الفقيه بشكل أو آخر ربط مسيره بمسير بشار الأسد، وهذا خطأ كبير. والسيد خامنئي كما تجرأ كأس السم في مسألة الملف النبوي، سيتجرأ كأس السم سم المهلك هذا المرة بسقوط بشار أسد، وهذا السقوط محتوم ومؤكد.
طيب في سياق ما تفضلت به الآن، هناك من يرى أنه على السعودية وأيضا دول الخليج أن تدعم مسار روحاني وجواد ظريف للتقارب وفتح صفحة جديدة وقطع الطريق على معارضيهم داخل النظام الإيراني الذين يحاولون إحباط هذا التقارب، كيف تعلق؟ بالتأكيد أنا أوافقك 100%. أنا أعتقد بأن دولة بقوة السعودية وبمكانة السعودية قادرة على دعم المعارضة الإيرانية السلمية وليس المسلحة، المعارضة داخل إيران والقوى المعارضة الليبرالية الألمانية، معارضة تمثل الأقليات في إيران، لدينا 14 مليون سني محرومين من جميع حقوقهم، فهكذا هذا الدور سوف يكون لمصلحة روحاني. إذا كانت هناك قوة معارضة معتدلة متفقة مع بعض البعض وتدعم روحاني وتهزى بدعم السعودية ودول العربية المعتدلة، هذا سوف يكون لمصلحة روحاني، وأعتقد زيارة لروحاني إلى السعودية سوف تمهد الطريق لقيام علاقات حسن الجوار وعلاقات أخوية كما شاهدناه في فترة رئاسة الرئيس خاتم. نعم، في إطار هذا الحوار اليوم سوف يعني ننقل زاوية الحوار إلى مواضيع أخرى تفرض نفسها على الساحة، بما أنه المنطقة الآن سيد خطار أبو دياب، السؤال موجه إلي، المنطقة تشهد حراك دبلوماسي ملحوظ، يعني هل تعتقد الآن أن هناك محاولة إعادة اصطفاف؟ نعم، هناك محاولة اصطفاف كما ذكرتم، عندما نرى ظريف يجول في المنطقة ويسعى للوصول إلى الرياض، عندما نرى الأمير بندر بن سلطان مع الرئيس فلاديمير بوتين، ونرى الرئيس رجب طيب أردوغان مع سمو أمير دولة قطر، نفهم جيدا أن الكل يتحرك على أبواب أيضا جنيف 2 والترتيبات التي يتم الاستعداد لها، لكن في نهاية المطاف بالفعل من دون هذا التقارب الإقليمي من الصعب حصول تفاهم سوري. طيب، هذا واضح جدا، لكن الأهم أيضا ألا يكون هناك، اسمح لي، تفاهمات على حساب الشعب السوري. المهم أن يكون عند الشعب السوري، عند المعارضة السورية، قيادة تحظى بقدر معين من الاستقلالية، تخاطب شعبها، تقول له لماذا ستذهب إلى جنيف أو لماذا لا تذهب. هل أن ما يقوله عمران الزعبي اليوم عن أن الأسد سيقود المرحلة الانتقالية، أنتم في تقريركم تكلمتم عن فرنسا ولكن كان هناك خطأ في التقرير، أصلا السفير الفرنسي في الأمم المتحدة الذي يرأس مجلس الأمن لهذا الشهر لم يقل أنه طلب من المعارضة عدم الذهاب، هو قال أنه قال يتفهم لو كنت موقف أنا مكان المعارضة، يعني هذا ما ذكر في التقرير سيد خطار. نعم، أي نعم، إنه يتفهم الموقف، لا ليس هو الذي يحرض المعارضة. أصلا باريس ستستقبل غدا وبعد غد رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمي ومعه وفد كبير من الائتلاف. طيب، نحن سنقف على كل هذه هي معنية بتطبيق جيد لجنيف واحد، لأن هذا الرقص كما تكلم عنه لكن السيد نحن سيد خطار وقفنا على إيران، النبرة مكاسب مكاسب الآخرين عفوا، هذا الخطاب كل هذه المكاسب كان متشائم. نعم، لأن هذه المكاسب تأتي على حساب الشعب السوري. نعم، طيب لنقف عند كل هذه التحركات الآن واحدة بواحدة، كيف تقرأ زيارة الأمير بندر بن سلمان لموسكو بعد أن تحدثت الأنباء عن فشل هذه أو فشل الزيارة الأولى للأمير في إحداث خرق أو اختراق في الموقف الروسي، يعني هل من جديد في هذه الزيارة الآن؟ الزيارة الأولى لم تفشل، كان هناك تفاهم حول مصر وحول الوضع الإقليمي العربي الإسرائيلي، ولكن لم يكن هناك تفاهم حول سوريا، وهذه الزيارة الثانية لم تكن لتتم لولا لم يكن هناك من أبواب للتفاهم حول سوريا.
وأظن أن دعم أيضا السعودية للتقارب الروسي المصري، لأن روسيا عندما يمكنها أن تكسب موقعا في مصر يمكن أن تصبح أكثر مرونة في سوريا. من ناحية أخرى، زيارة أردوغان إلى الدوحة من أجل أيضا الاحتياط ومحاولة رؤية ماذا سيجري وأين سيتم التموضع، لأن البعض استعجل وقال بأن أنقرة باعت بالحديث على زيارة أردوغان الورقة السورية. خطار، سوف أعود إليك لنأخذ وجهة نظر سيد نوري زادة. سيد زادة، يعني كيف تقرأ زيارة أردوغان؟ يعني هل تضعها في إطار دعم التقارب الإيراني الخليجي، خاصة بعد التقارب الإيراني التركي وتراجع الخطاب التركي تجاه الأزمة السورية؟ أولا، إن خطأ السيد أردوغان في تقييمه للثورة المصرية وللدور الجنرال سيسي والحكومة المؤقتة، قد دفعت تركيا بسبب هذا الخطأ كثيرا، ومكانة أردوغان تعرضت يعني زربة كبيرة. فحتى علاقات تركيا مع السعودية التي كانت علاقات متميزة من مختلف الجوانب وخاصة الجانب الاقتصادي والاستراتيجي، هذا العلاقات أيضا أصيبت ببعض البرودة والتوتر. أعتقد زيارة أردوغان لقطر، وقطر دولة دائمة للثورة السورية، وتوجهات قطر تقريبا قريبة من توجهات المملكة فيما يتعلق بضرورة دعم المعارضة السورية. تركيا ربما سوف تحاول عبر قطر إيزاح مواقفه وإزالة الشوائب والغيوم في علاقاتها مع السعودية وبطبيعة الحال مع مصر، ومصر زلت حليفة وصديقة لتركيا لفترات طويلة أيام مبارك ومن ثم بعد الثورة. فهكذا أنا أعتقد هذا زيارة مهمة، خاصة وأن تركيا فتحت الأبواب مرة أخرى أمام طهران، داود أغلو زار تهران، وتم هناك نقاش حول مختلف القضايا، ولكن يبدو أن مساحة كبيرة تفصل تركيا عن إيران فيما يتعلق بسوريا، وتركيا لا تزال دولة دائمة ومساندة للمعارضة السورية ولا تقبل ببقاء الأسد، بينما تهران تحاول بشتي الطرق إطالة عمر بشار الأسد وإيصال الأمر إلى انتخابات مزورة في عام 2014 لإبقاء بشار أسد. نعم. ولكن طيب، أعتقد إذا يعني إذا توفرت الظروف للرئيس روحاني فإنه يريد تغيير سياسة إيران تجاه سوريا، لا أقول إيقاف الدعم ولا إيقاف الدعم لبشار أسد، ولكن الاستمرار في دعم النظام السوري، هيكلية النظام وفقا للتعبير روحاني وبعض الخبراء الاستراتيجيين في مركز الدراسات الاستراتيجية حيث كان روحاني رئيسا لعدة سنين، هم يعتبرون أن النظام السوري ممكن إعادة الحياة إليه بحسب بشار الأسد، وهذا ربما متفق مع السياسة التركية. أيضا تركيا لا تريد حرج والمرج، لا تريد انهيار النظام السوري، ولديهم تجربة مريرة في العراق فلا يريدون تكرار ذلك. هذا ممكن سيد زادة. هناك نقطة أخرى، يعني بالنسبة لموقف السعودية ورد فعل السعودية على تصريحات حسن نصر الله واتهامه لها بالتفجير الأخير في الضاحية الجنوبية، يعني هذا التصريح هل يمكن أن تتوقف عنده السعودية؟ هل سيكون له تأثير سلبي على المساعي الإيرانية للتقارب مع دول الخليج؟ من المثير أن السعودية فتحت الأبواب أمام حسن نصر الله حينما كانت العلاقات بين إيران والسعودية علاقات متميزة وعلاقات الصداقة من مختلف الجوانب، ولكن حسن نصر الله هو الذي دمر هذا الجسر، وبتصريحاته الأخيرة
هذا اتهام للسعودية، ونحن نعرف ليس من قيم السعودية تفسير السفارات، ختم الناس، بينما النظام الإيراني في ملفه مليء بالاحتجاز الرهائن، تدمير السفارات في بيروت، السفارة الأمريكية مقر المارينز، ولكن السعودية نظرتها إلى الأمور مختلفة تماما، لم نرى خط معارض سعودي من قبل الاستخبارات السعودية. طيب. ولم نرى سيد أي استخبارات من قبل الاستخبارات. هذا الاتهامات اتهامات سخيفة، ونصر الله قد أطلق هذا الاتهامات من أجل إرضاء سيده في طهران علي خامنئي. واضح. سيد خطر أبو دياب، يعني أين سوريا من كل هذا، من كل هذه الاصطفافات الآن، من كل هذه التسويات؟ نعم، اسمح لي فقط أن أقول أنا فرنسي من أصل لبناني، وأعلم جيدا أن السعودية كانت دوما ساعية خير، ودول الخليج لولا استقبالها لمئات ألوف اللبنانيين لربما عانى لبنان أكثر فأكثر. وعندما صنع اتفاق للسلام في لبنان صنع في الطائف، لا أقول أن كل سياسات دول الخليج سياسات جيدة، لكن كما قال الأستاذ علي نور زاده ليست هذه من قيم المملكة العربية السعودية ولا من سياساتها. ولو كان عند السيد نصر الله إثبات ليضع هذا الإثبات على الطاولة، ليس عنده من إثبات هذه الاتهامات، لأنه يحاول تبرير ما يقوم به في سوريا. نصل الآن إلى سوريا، هو كان بالأمس وكأنه يبشر بانتصاره وانتصار النظام. نحن أمام حرب استنزاف، وفي حرب الاستنزاف مهما طالت هذه الحرب النظام والاستبداد إلى زوال، والشعب هو الذي سيبقى. والأهم برأيي الآن أن المعركة يجب أن تكون دبلوماسية وعسكرية في آن معا، حتى لو عقد جنيف 2 سيكون محطة ولن يكون النهاية. الأهم أيضا أن يكون هناك قواعد سياسية واضحة. إذا كان هناك سيناريو يمني كما تكلم عنه الأستاذ علي نورزادة عبر حكومة مؤقتة تسير الأعمال بانتظار انتخابات حرة في فترة لاحقة، لماذا لا؟ لكن على شرط أن تكون لها كل الصلاحيات. حتى الآن لا أريد أن أكون متشائما جدا، هذا النظام نظام شمولي وشخصي، أي أن الرئيس يمثل هو المجموعة حوله ويمثل الأمن والجيش وكل شيء. نحن أمام حالة نادرة في التاريخ، لذلك والدائرة الأولى في هذا النظام تتبع مباشرة طهران، كما حصل في أيام موسوليني، في أواخر أيام موسوليني بالنسبة لهتلر والنازيين. نحن أمام وضع نادر، نحن أمام كارثة كبرى في أوائل القرن العشرين. أوباما بالذات يتحمل مسؤولية كبرى إذا ترك الشعب السوري هكذا وبهكذا وضع. الغرب بالإجمال يتحمل مسؤولية عندما أرى النازحين في بلغاريا وفي أماكن أخرى، وهذه الإهانة لمئات ألوف الناس، أقول أن كل العالم تخلى، أنه لا يوجد معتصم واحد الآن في كل بلاد الإسلام من أجل نجدة الشعب السوري. لا يهم كل الكلام الدبلوماسي، الأهم الحقيقة كلام أردوغان وكلام خامنئي لكن من يدفع الثمن في الآخر؟ الذي يدفع الثمن هو الشعب السوري، والأهم الآن في هذه المعادلة ألا تدور الدوائر على الشعب السوري وتفكيك سوريا. شكرا. مخصص انتهى الوقت. شكرا. المخصص، شكرا لك سيد خطر أبو دياب، محلل سياسي وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من باريس. وأيضا شكرا للسيد علي نوري زادة، كاتب ومحلل سياسي، كان معنا من لندن. فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود. نحن بشار الأسد قتلنا، نهبنا. فعلينا أن نعود باتجاه الخلف على الأقل قرن ونصف.
We have been very clear to the Assad regime that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. يحتوي هذا الصاروخ على مواد كيماوية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. How they were used, when they were used, who used them. إننا أمة لو جهنم صبت على رأسنا وأكبر. A political solution first of all. الله أكبر. الله أكبر. والصور الأحرار. أهلا بكم من جديد. بعد أن أعلنت واشنطن عن جاهزيتها لتدمير كيماوي النظام في البحر، أعطى خبراء الأمم المتحدة ومنظمة نزع السلاح الكيماوي موافقتهم لاستخدام مرفأ اللاذقية السوري لترحيل المواد السامة خارج البلاد، وذلك للإمكانات المتوفرة في الملاء لشحن وترحيل المواد السامة القتالية وظروفه الأمنية الملائمة لنشر موظفي البعثة. نتابع التقرير. تواصل منظمة الأمم المتحدة إشادتها بتعاون النظام بشأن تدمير ترسانة السلاح الكيماوي، هذا ما يفهم من تقرير المنظمة الأخير الصادر بشأن إعلان أن إبطال مفعول الأسلحة سيكون في البحر على متن سفينة أمريكية باستخدام تقنية التحليل المائي بعد تهرب معظم الدول التي وافقت على تنفيذ المهمة على أراضيها. وتم اختيار ميناء اللاذقية لترحيل الأسلحة بحلول نهاية شهر كانون الأول الحالي، كما أوضحت المنظمة أن السفينة المختارة تابعة للبحرية الأمريكية وهي تخضع في الوقت الحالي لتعديلات تناسب العمليات المرجوة منها بما يتيح مراقبتها. لكن ورغم أن تدمير سلاح النظام الكيماوي بات من هذا الإعلان أمرا وشيكا، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية صرحت بأن المهمة الأكثر تعقيدا لم تأتي بعد، فرغم التقدم الكبير الذي أنجز في فترة قصيرة بحسب وصف المنظمة لم يأتي العمل الأصعب، وهو سحب العناصر الكيماوية بهدف تدميرها، ما يتطلب جهودا جماعية جبارة وتنسيقا هائلا في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. هذا ما أكدت عليه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. كما تبدو المهمة في ظل الحديث عن اختيار سفينة أمريكية معقدة، فهل سترس السفينة على الشواطئ السورية أي على مقربة من المحافظة المحسوبة على النظام في ظل الأجواء المتوترة بعد تلويح الولايات المتحدة بعمل عسكري على النظام، وتفتح اللاذقية الباب على طبيعة هذا الاختيار؟ فكيف بالإمكان تأمين ترحيل السلاح عبر الطرق المغلقة أصلاً فيما بينها وبين المحافظات الأخرى؟ كما توجد عوامل عديدة خارجة عن إرادة اللجنة المكلفة بحسب إيضاحات المنظمة قد يكون لها تأثير على تنفيذ الخطة في المهلة المحددة، تتعلق بتأمين الطرق البرية إلى اللاذقية بالإضافة إلى تأمين ترحيل الأسلحة الكيماوية الأكثر خطورة. وللمزيد من القراءة ينضم إلينا اللواء الدكتور فايز الدويري، محلل سياسي واستراتيجي من عمان. أهلا بك دكتور دويري. إذا مرفأ اللاذقية هو الأنسب الآن لترحيل كيماوي النظام إلى وجهته الأخيرة وهي البحر المتوسط، وكذلك ليدمر على متن سفينة أمريكية، لكن السؤال هنا كيف ستجمع هذه المواد والأسلحة؟ في الواقع هناك جملة من المصاعب ستواجه عملية نقل وإيصال المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية. أولا، في خلال عمليات النقل لابد من تحديد طرق النقل وتوقيتات النقل، لأنها ستكون بإشراف مراقبين من الأمم المتحدة ولن يترك الأمر سدى للنظام ليتصرف. إذا لابد أن يتم الحركة بحركة موقوتة محددة من حيث المسار على الأرض ومن حيث التوقيتات الزمنية.
وبالتالي عملية النقل تشوبها الكثير من المصاعب. إمكانية تدخل الجيش هل ستكون لقوات المعارضة دكتور دويري علم بهذه العملية؟ في الواقع لا أعتقد أن الأمم المتحدة ستعلم أي أطراف. الآن العمل منوط بقوات الجيش السوري. الآن إعلام قوات المعارضة قد لا يضمن كافة أطياف المعارضة. يمكن أن تعلم قيادات محددة موثوقة ولا يمكن أن تتسرب منها الأنباء، لأنه يجب أن تنقل هذه المواد بسرية كاملة وكتمان كامل وبحراسة مشددة. ولكن المشكلة المسافة بعيدة، عندما تنقل من 4 مستودعات رئيسية تنقل إلى اللاذقية وتمر في منطقة بعضها في منطقة القلمون في منطقة أين تقع هذه المستودعات؟ في منطقة الساحل دكتور دويري أين تقع المستودعات؟ المستودعات الرئيسية هي في الأصل كان هناك مستودعات تبلغ 20 مستودع تم التجميع في 4 مستودعات لم يتم الإعلان عنها لسرية الأمر، ولكن متوقع أن يكون هناك مستودع في حمص، هناك مستودع في منطقة دمشق، ومستودع في معامل الدفاع في منطقة حلب، ويمكن أن يكون المستودع الرابع قرب مدينة اللاذقية. هذا أنا توقعي الشخصي لأنه لم يعلن عنها لسرية الأمر وللمحافظة على سرية طيب المعلومة وأمن نقل المواد. طيب دكتور فايز، يعني بحكم يعني خبرتك العسكرية والاستراتيجية بالنسبة للمنطقة وأيضا الطرق العسكرية، يعني هل كلها سالكة بالنسبة للاذقية هذه الطرق؟ في الواقع ليست آمنة، دعنا نقول ليست آمنة بالمطلق وليست آمنة بصورة كاملة. إذا تحركت من منطقة الضمير وتتحرك باتجاه القلمون ومن ثم حتى الوصول إلى الساحل، هناك في مناطق لا تزال موجودة بسيطرة تحت سيطرة الجيش الحر وإن كان لفترات محدودة. دعنا نتذكر خلال 3 أسابيع الماضية المعارك الرئيسية تتركز على الطريق الدولي دمشق حمص. لماذا؟ لأنه من المتوقع أن يكون أحد الطرق التي ستستخدم في نقل العوامل الكيماوية. إذن لا يوجد ضمان مطلق ولا يوجد أمان كامل. هل يمكن أن يستعمل الطيران مثلا المروحي في عملية النقل هذه؟ هذه بديل آخر. الآن يعتمد على طبيعة العبوات التي تم تخزين المواد بها. الآن هناك طائرات النقل، طائرات اليوشن، طائرات C-130 الأمريكية، يمكن أن تقلع من مطار ضمير من أي مطارات تحت سيطرة النظام، ويمكن أن تنقل جوا إلى مطار اللاذقية. هذا بديل وارد جدا في حال استحالة وصولها بطريق بشكل آمن عبر الطرق البرية. نعم، بالرغم من كل هذه الصعوبات دكتور دويري التي تحدثت أنت عنها الآن، الولايات المتحدة لا زالت واثقة حتى اللحظة من نجاح هذه العملية، من إمكانية أن تنفذ بكل المقاييس وخاصة ضمن الوقت المحدد. هذا يعتمد على طريقة نقل هذه المواد. يمكن أن تنقل بطريقة البر، ويمكن أن تنقل بالجو، ويمكن أن تنقل عن طريق البر والجو. ولكن أعتقد هذه تعتبر مشكلة حاسمة بالنسبة لهم، لأنه إذا تذكرنا من 21/8 حتى الآن الحديث عن العوامل الكيماوية وليس عن قتل العوامل الكيماوية. الهاجس الأمريكي هو في التخلص من العوامل الكيماوية، وستبذل كافة الجهود الممكنة والمتاحة لها وهي كبيرة لضمان إيصال هذه المواد إلى ميناء اللاذقية قبل الموعد المحدد. ولكن أعتقد المشكلة الرئيسية هي فيما بعد وصولها إلى اللاذقية، وهي مرحلة التخلص منها ومرحلة التدمير، وهذه ستحتاج إلى تقنية عالية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الشركات التي تقدمت بعطاء لتنفيذ هذه المرحلة، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قلقة بدرجة مساوية أو أكثر على المرحلة الثانية، على المرحلة الثانية وهي مرحلة التخلص بطريقة التدمير الرطب. لكنها أعلنت بأنها جهزت كل ما يجب، وخاصة السفينة التي ستقوم بحمل هذه المواد.
هي جهزت الآن، يجري العمل على تجهيز سفينة تسمى كيبراي، وهي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. يتم الآن تحضير المعدات اللازمة على ظهر السفينة، سواء أفران الحرق أو أفران التدمير. وأمريكا تعتمد بالذات سلاح الهندسة الأمريكي، وأنا خريج أحد دورات هذا السلاح في قاعدة فورت ماكلالان في ألاباما. يعتمد نظام المعادلة أو التدمير الرطب يسمى، من خلال الإذابة بمحلول الماء الساخن أو الهيدروكسيد الصوديوم. ولكن مخلفات هذه العملية ستكون كبيرة جدا، قدرت ب7.7 مليون لتر من المواد السامة، ستوضع في 4000 حاوية، ويجب أن توضع في مكان ما. هل توضع في البحر المتوسط وهو بحيرة مغلقة؟ أمر صعب جدا. إذن يمكن أن يقوموا يجبروا على نقلها إلى المياه الدولية في المحيطات. طيب. على أعماق كبيرة، أو أن يتطوع أحد دكتاتوريات العالم الثالث بدفنها في أراضي دولته مقابل مبلغ من المال. طيب، نعود الآن إلى نقطة الصعوبات التي ستواجه تنفيذ هذه العملية إلى مرحلتها الأخيرة. دكتور دويري، هل يمكن أن نشهد وجود قوات من الأمم المتحدة، قوات أممية تشرف على هذه العملية، على عملية النقل، تأمين هذه المواد، بما أنه يصعب الآن يعني إعطاء هذه المهمة أو هذا الدور لقوات النظام؟ في الواقع من حيث المبدأ لابد من وجود مراقبين، هناك 15 مراقب، وسيتم رفع العدد إلى 30 مراقب قبل البدء بعملية النقل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتحرك شحنة بآلية أو بطائرة إلا بوجود نعلم مراقبين. نعلم هذه المعلومة، ولكن أنا أتحدث عن قوات عسكرية دكتور دويري، يعني آليات عسكرية كعربات مصفحة، عربات مسلحة إلى غير ذلك. لو سمحتي لي أن أكمل. هذا جزء المراقبة. الآن جزء الحراسي والحماية، طلبت سوريا في قبل تقريبا عدة أسابيع تزويدها بآليات للحماية، ولكن تم رفض هذا الطلب، لأن هذه الآليات قد تستخدم مستقبلا ضد الشعب السوري وضد الجيش الحر، وبالتالي رفض هذا الطلب. يمكن أن إذا ما تبين حاجة ملحة له، يمكن أن يقدم من روسيا أو من الولايات المتحدة الأمريكية بشروط معينة، بضمانات معينة. ولكن السؤال الذي طرحته قبل قليل، وهي هل سيكون هناك تواجد لقوات دولية أو لذوي القبعات الزرق؟ هذا يعتمد على مدى اطمئنان المجتمع الدولي على وصول المواد سالمة. إذا كان هناك شبهات بأنه يمكن، فلا بد الآن أن ندخل بمسار تفاوضي جديد مع الجيش الحر ومع الجماعات الأخرى المقاتلة، بحيث لا تتعرض لهذه الشحنات وللقوات التي تحرسها. شكرا لك اللواء الدكتور فايز الدويري، محلل سياسي واستراتيجي، كنت معنا مباشرة من عمان. وشكرا لكم مشاهدينا. ختام تفاصيل لهذه الليلة، في أمان الله.